اندلاع نزاع عشائري بمختلف الأسلحة، وقد شهدته منطقة شعلة ببغداد. هذا النزاع استمر لساعات ليلة الثلاثاء. تعالوا نشاهد. أما الآن نشاهد وإياكم هذه الصور، وفيها يقول نشطاء إنه بالتزامن مع هذه الاشتباكات التي وقعت، الاشتباكات بالرصاص المستخدم بين طرفي النزاع في حي الشعلة، كادت رصاصة أن تتسبب بكارثة لإحدى العوائل التي تقطن في حي الحرية، وهو حي يجاور حي الشعلة. حصل هذا حينما استقرت الرصاصة بشباك الصالة التي كانت العائلة تفترش الأرض فيها لتتناول طعام عشائها، تماما كما تبين هذه الصور التي شاهدناها وإياكم.